قطر حسب رأيي أنا من أجمل الافتتاحيات اللي شايفها بالعطور العربية بصراحة. إذا أنت من محبين اللذر هذا العطر أكيد راح يعجبك، وإذا أنت تحديدا من محبين توم فورد أمبر لذر أو تاسكن لذر هذا العطر راح يعجبك، لأنه هاي الافتتاحية أنا حسب رأيي ماخذين شلون إذا أدرجها، خليني أدرجهم تقريبا ماخذيها بهالنقاء، أنا دحكي على نقاء اللذر اللي موجود، يعني هذا يمكن نقاء اللذر والسموثنس اللي موجود بي، يعني اللطافة اللي موجود والنعومة اللي موجود بيها ما لقيتها بهاي العطرين بصراحة. افتتاحية أكثر من جميلة، رائعة، تلاقي بيها اللذر، واللذر نظيف ومو اللذر الحيواني، اللذر تحسه سموثي، أنا متأكد هذا أكو فد لمحة من الآيرس بحد تطي هاي النظافة بالعطر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.